حينما تفكر في حقها، وعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء. ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظروا منك. ننتقل الآن بقى للعصر الحديث. طبعا زي ما قلت القرن العشرين ده أنا هعمل كل نظرية فيها هتبقى ليها كل نظرية فيها هتبقى لها حلقة خاصة، ولكن نتعرض سريعا لبعض هؤلاء النقاد. يعني لو بدأنا بماثيو أرنولد. ماثيو أرنولد اللي عاش من 1822 ل 1888. أرنولد كان في القرن 19 كان يخشى أن يعني the decline of religion, انحسار الدين، وأن في ناس كتيرة توجهوا إلى الإلحاد في القرن 19. كان يخشى أن ده يترك فجوة في المجتمع، فحب أن الشعر هو اللي يلعب دور الدين في ذلك. بعد ما الشباب بدأوا يتجهوا إلى الإلحاد ويتركوا الدين، فحاول أن يجعل الشعر يقوم مقام الدين، وقال أن دور الناقد هنا دور مهم جدا، لأنه سيعلم الناس أجمل ما كتب في الشعر وأجمل ما كتبه الشعراء في لغتهم. وهو قال أن الشعر هو نقد الحياة، الشعر هو نقد الحياة، وأنه هو بديل للدين في القرن 19. له مقالات مهمة، مقالات نقدية. مقالة مثلا اسمها The Function of Criticism at the Present Time، وظيفة النقد في الوقت الحالي الحاضر. ومقالة أخرى اسمها The Study of Poetry، دراسة الشعر. وبيقول في المقالات دي أن الشعر لابد أن يكون disinterested in politics، يعني ما يكونش له علاقة بالسياسة. الشعر يكون منفصلا عن السياسة، لا سياسة في الشعر ولا شعر في السياسة، يعني لو حبينا نقولها كده. وأشهر كلمة استخدمها كلمة اسمها touchstone. touchstone يعني العودة إلى بعض النماذج الكلاسيكية كي نقيس عليها أعمال الشعراء المعاصرين. المعاصرين له يعني في وقته، يعني بقول لو عايزين نعرف، إن أردنا أن نعرف ما إذا كان الشاعر، هذا الشاعر الذي نحلل شعره، ما إذا كان شاعرا جيدا أم لا، لابد أن نقيس شعره على بعض النماذج الكلاسيكية القديمة. فهي الحاجات الكلاسيكية القديمة دي التاتش ستون اللي يجب أن نقيس عليها أي أعمال حديثة. لو انتقلنا إلى هنري جيمس. هنري جيمس عاش من 1843 ل 1916، يعني قرن 19 وال 20. له مقالة اسمها The Art of Fiction. في المقالة دي بيتعرض لفن كتابة القصة، فن صياغة الكتابة القصصية وصياغة الأحداث القصصية والبلوت والشخصيات ومهمة الناقد وما إلى ذلك. وهو أيضا رفض الأراء النقدية الكونفنشنال التقليدية، ولذلك كان بيرفض كل القيود اللي بتوضع على الكاتب، على القاص فيما يتعلق بالكتابة الأدبية. ولذلك هو رفض الكتابة التقليدية، كتابة القصة بالطريقة التقليدية من حيث الحبكة وتصاعد الأحداث. رفض كل هذه الطريقة التقليدية، وفعلا نجد في كتاباته أن طريقته في الكتابة، كتابة القصة، طريقة غير تقليدية ومحتاجة صبر من القارئ عشان يقدر يدخل في الجو بتاع القصة بتاعته اللي بيكتبها. وبيقول أن هنري جيمس أن القصة ليس عليها أن
تكتب أو تدعو إلى فضيلة أو يعني يكون لها غرض واضح، إنما هي لو كتبت جيدا فستكون مفيدة، ستؤدي هذا الدور وتلعب هذا الدور. يعني هو رأيه هنا أيضا يتفق مع رأي إدغار ألان بو ضد رأي تولستوي، وقال على لما بنتوقع من العمل الفني إن أن يكون له قيمة أو يكون له غرض، يعني أن يكون instrumental، أن يستخدم كمجرد أداة، قال عليه conscious moral purpose، يعني هدف أخلاقي واعي. الكاتب بيقول درس من خلال، لا وعايز الكاتب يكتب بمنتهى الحرية، ولو كتب بهذه الحرية فسيكون هناك فائدة في العمل بدون أن يسعى إليه الكاتب وبدون أن يكتبه بمنتهى الوضوح، وأن هذه كل هذه قيود تقيد من حرية الكاتب في الكتابة. ولذلك ننتقل لتولستوي. تولستوي اللي عاش من 1828 ل 1910، يعني قبل، تولد قبل هنري جيمس. وتولستوي طبعا زي ما قلت لكم في كتابه What is Art، الكتاب الفن عند تولستوي لابد أن يكون فنا موجها، ولابد أن يكون فنا يستخدم كأداة لإصلاح المجتمع. يعني هذا رأي تولستوي باختصار شديد جدا، وأنه لم يكن مقتنع بالفن من أجل الفن، Art for Art's sake، ده لوجو كده، كان موتو كان طالع في القرن 19. فتولستوي كان يعني رافض تماما لفكرة Art for Art's sake، الأدب من أجل الفن من أجل الفن. وإن بيقول إن الأدب أو الفن الجيد بيدعو إلى وحدة البشرية وتقارب البشرية فيما بينها، ولكن الأدب السيء يفرق البشرية ويفرق ما بين الناس. فالأدب الجيد هو يدعو إلى الإصلاح والتقدم، عكس الأدب السيء في نظره. والأدب السيء هذا يعني الرسالة فيه مش واضحة، نجد أدب يعني مراوغ، رسالته وهدفه ليس واضحا. هذا رأي تولستوي. آخر بقى ناقد نتعرض ليه بسرعة، تي إس إليوت، شاعر مشهور، ولد في 1888 وتوفي في 1965، وهو كان يعني من أشهر شعراء ونقاد القرن العشرين. وهو دعا إلى الإمبرسوناليتي، إلى إن الشاعر يخرج عن ذاته. إن هو طبعا رائد نظرية النيو كريتيسيزم، وأنا شخصيا لما في نقد أي قصيدة أنتمي لهذه المدرسة النيو كريتيسيزم. طبعا في ناس هتقول دي قديمة مش قديمة، احنا بنتكلمش عن علم، احنا بنتكلم عن فن وأدب. الفن والأدب ما فيش فيه قديم وجديد، لأنه ليس يعني لا يتطور بشكل رأسي، احنا بنتكلمش عن علم، لا، الأدب والفن كل النظريات القديمة تعود، دي مجرد دائرة، إنما أهم شيء أنك تكون عندك علم بما جد وما بالأشياء بالنظريات الجديدة التي جاءت من بعدها. إنما مش معنى كده أن الفيمينيزم يعني أفضل من النيو كريتيسيزم، لا طبعا، فيش حد ممكن يقول كده، يعني فيش حد ممكن يقول كده، محدش يقول أن الماركسيزم مثلا أفضل من، أو النيو هيستوريسيزم التاريخية الحديثة أفضل من النيو كريتيسيزم من النقدية الحديثة، أو البنيوية أفضل من، لأنها جاءت بعدها في المرحلة التاريخية، محدش يقدر يقول كده، ده يعني كلام ملوش علاقة بالمنطق أبدا. يعني فالمدرسة النيو كريتيسيزم هنعمل لها طبعا حلقة خاصة، يعني بتدعو باختصار شديد عشان ننهي الحلقة، التركيز على القصيدة على النص وليس على الشاعر. قبل المدرسة النيو كريتيسيزم كان تركيز النقاد بيبقى على البيوغرافي بتاعت الشاعر، على حياة الشاعر، ومن خلال معرفتهم بحياة الشاعر يفهموا الكتابة، كتابة القصيدة،
يفهموا القصيدة ويحللوها. إنما النيو كريتيسيزم قالوا لا، قالوا قيمة القصيدة في ذاتها، وإن ملناش علاقة، ليس لنا علاقة ولا اهتمام بحياة الشاعر. كل ما نهتم به في تحليلنا للقصيدة هي القصيدة نفسها، ما نخرجش عن القصيدة، لا نخرج خارج القصيدة. ولذلك يعني هذه المدرسة تدعو إلى النظر إلى القصيدة، إلى الشعر لا إلى الشاعر. أيضا تدعو إلى أن الشاعر يستمد إلهامه من التراث، وأن في قصيدته لا يظهر صوته هو، ولكن صوت القدماء من خلال صوته هو. يعني هذا صوت الأجداد الشعراء القدامى يتحدث إلى القارئ من خلال صوت الشاعر الحديث المعاصر. ولذلك نجد أن تي إس إليوت يعني هو الذي رد الاعتبار إلى شعراء الميتافيزيقا في العصر، في عصر الإحياء، وفي حلقة خاصة أنا عاملها عن شعراء الميتافيزيقا في عصر الإحياء، يريد تعود لها، وامتدح شعر جندن ورد له اعتباره. إنما إن شاء الله نعمل حلقة خاصة عن النيو كريتيسيزم، مدرسة النقدية الحديثة. طبعا بقى بعد الحرب العالمية الثانية في بقى مدارس كتيرة قوي ظهرت، يعني موجة من الموجات من المدارس ظهرت. يعني من المدارس القديمة اللي بدأت قبل الحرب العالمية الثانية ولكن عادت إلى الظهور في الستينيات هي الماركسية ومدرسة التحليل النفسي، الماركسيست كريتيسيزم، نقد الأدب الماركسي، ومدرسة السايكو أناليتيك كريتيسيزم. في أيضا مدرسة النقد اللغوي لينغويستيك كريتيسيزم بدأت وظهرت في القرن في ستينيات القرن العشرين، والمدرسة النسوية الفيمينيزم. أيضا في السبعينيات بقى المدرسة البنيوية، وزي ما قلت البنيوية الأمريكية يعني تأسست على البنيوية الفرنسية، والبنيوية طبعا مدرسة فرنسية، وهي أيضا كانت مستمدة أفكارها من الروشن فورماليزم، المدرسة الشكلية الروسية. في الثمانينيات بقى، ثمانينيات القرن العشرين، البنيوية ابتعدت عن العامل التاريخي والسياسي وركزت فقط على بنية القصيدة، على حين ان بقى في ده في السبعينيات. انما في الثمانينيات حصل حاجة اسمها the turn to history، العودة الى التاريخ، فعاد ظهور بقى النيو هيستوريسيزم. في امريكا ظهرت مدرسة نيو هيستوريسيزم، التاريخية الحديثة. وفي انجلترا ظهرت الكالتشرال ماتيرياليزم، المادية الثقافية، والاثنين بيعتمدوا على عودة النظر إلى العامل التاريخي في تحليلنا للعمل الأدبي. في التسعينيات ظهرت المدرسة بقى البوست كولونياليزم، اللي هي المدارس بقى النقاد اللي يقولوا إن مش شرط إن النظرية الماركسية تصلح لكل المجتمعات ولكل البلدان، وإن البلاد اللي كانت مستعمرة وتحررت قد يلزمها نظرية جديدة، مش لازم يستخدموا الماركسية وغير الماركسية. فظهرت نظرية ما بعد الاستعمارية بوست كولونياليزم، ومعها أيضا ظهر البوست مودرنزم، ما بعد الحداثة. والنظرية النسوية الفيمينيزم يعني تحللت، أو يعني نقدر نقول دخلت وذابت، وفي نظريات أخرى بقى أصبح اسمها بقى نظريات الشواذ، اللي هو الجاي والليسبيان والكلام دوت. وظهر أيضا نظرية البلاك فيمينيزم كريتيسيزم، نظرية النسوية السوداء، النسوية السوداء. فأعتقد كده ده استعراض سريع ومختصر لنظريات النقد الأدبي من أفلاطون إلى القرن العشرين، حتى تعرضنا لنظريات القرن العشرين إلى وقتنا الحاضر ولكن على عجالة. إنما نظريات القرن العشرين بقى
كل نظرية فيهم يعني تحتاج إلى حلقة خاصة، وإن شاء الله ده اللي ممكن نعمله لو في العمر بقية ولو ما زال لدينا طاقة على القيام بهذه المهمة. أتمنى أن تكون حلقة النهاردة مفيدة بأي شكل من الأشكال، وإن شاء الله نراكم في حلقة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.